أهم ما تطرقنا إليه خلال لقائنا مع السيد الرئيس هو الدور الذي لعبه المجلس إبان الإعداد لمشروع الحكم الذاتي، وأرى أنه دور هام لعدة أسباب، منها تحديد ما سيكون عليه المشروع عند التطبيق الذي هو مشروع ملكي لكنه منبثق من المجلس، هذا إلى جانب المفاوضات التي تبقى أساسية بالنسبة للمنتظم الدولي. حسب القرار الأمم الأخير استطاع المغرب هنا أيضا تحقيق خطوة إيجابية.